ابن قاسم مغربي مغربي. تحية العلم عافية. عباس عدنان سمع ساول شويتت داوم ياول. عافية شطوري طين بوسه. يلا يا بطل. حدر الضلوع تعيش غير انت خالي. قول الشاعر بكثر ما حاب اسمك واعشق عيونك. أول نشكركم لإتاحة هذه الفرصة للتحدث إلى مشاهديكم الأعزاء. حقيقة تعرفون إحنا مناطقنا نائية وطرق المواصلات وإن كانت صارت ميسرة، لكن عندنا بعض المناطق صار بها فواصل الأنهر فيحتاج إلى جسور مشاة حتى يعبون الطلبة ويوصلون إلى مدارسهم إن شاء الله، بالإضافة إلى الكسبة وبقية قطاعات الشعب. اليوم الأخوة الأعزاء جزاهم الله خير في مكتب الحاج علاء المحمداوي مشكورين، بادروا حقيقة هم اللي أصحاب المبادرة، قالوا هذا الجسر احنا نتبناه واحنا نسوي، جو بنفسهم زاروا الموقع وزارونا الناحية، نعم شافوا بحاجة ماسة وبالفعل جزاهم الله خير يعني وفروا بعضهم. شكرا جزيلا جلالة خدمتكم، شكرا لكم، جزاكم الله خير على تحت هذه الفرصة. السلام عليكم حجي. عليكم السلام ورحمة الله، شلونكم قواكم الله. عدنان ابو عدنان هاشم شخور راشد السويشت، حياك الله يطول عمرك. اهلا وسهلا بك. انت من النشوه؟ اي والله من النشوه، نحمد الله من اللي بيت النشوه. هاي الطلاب هاي خطيه كلها وهذا الطريق، هذا طريق مال بيت دلي، هذا الطريق منا جزاهم الله خير الجزء. بالليل ما نام انا، هذا بيتي هنا شوفوا هذا البيت، يدقون الباب علي من الفير خطيه وعبر، وهذا معبرينه وهذا جايبينه وهذا والظيم يا حان، يعني مدارسهم بهذا الصوب. اي والله هذا الطلاب، هاي المدرسه هاي هنا موجوده وهاي الطلاب كلها هاي هنا خطيه. قبل لا يكون الجسر شلون كان الطريق منين؟ هم كان حاطين قنطره وشالوه، قنطره وخطره عليه خطره عليك. هذا طايح بالخرم وهذا باتش. جزاكم الله خير الجزء ونشكر ابو عباس جزا الله خير الجزء. السلام عليكم. تعال عمو شلونكم؟ السلام خير. اسمك انت يا بطل؟ احمد راضي عبود. احمد راضي عبود. عبود بالمدرسه؟ نعم استاذ. وانتم شلونكم حبايب؟ زينين. هذا الجسر هسه راح يفيدكم؟ ايه. طيب شلون كنتوا تعبرون؟ بالضيم. ايه. هذا جاسم خوش. جاسم خوش يحجب. يلا جاسم احكي لنا شنو الجسر فايدته لكم جاسم؟ فايده انا عبود نعبى من عند اروح للمدرسه وخطا علينا ذاك الجسر ما اقدر. طيب كانت القنطره صعبه عليكم؟ هسه الجسر بعد امان. امان. وانتم شطار المدرسه حبايب؟ ايه. عافيه تعبرون على الجسر بعد؟ وينه؟ عباس وشرفه. وينه؟ يلا احكوا. تعال حبيبتي. يلا. انت شو اسمك بس على الكاميرا؟ ولا تعال الكاميرا على الكاميرا. شنو اسمك يا حلوه؟ شريفه. اهلا بك يا شريفه، بيا صف انت حبيبتي؟ بالثاني. بالثاني؟ حطي بوسه. سمعوا لنا نشيده مشاركه. يلا يلا تعال 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 هنا على الكاميرا تعال. يا حبيبي يلا من على الكاميرا حبيبتي، يلا سامعينا مشاركه. يقول الشاعر بكثر ما حاب اسمك واعشق عيونك، وياك التفت لما يصيحونك، اك سواد مطوخ عيونك، اك منيت بياض ابيض من سنونك، يا مي يا عذب يا ما ادري شلونك، سم بقلبهم اللي يشربونك. حقي حقي بنقول الخال ضي وليالي. ايه. حدر الضلوع تعيش غير انت خالي. خال وفخر دنياي لو تعرف ايش قال، وخال معدن معوفه وخال معدن معوفه. هلا 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 موطني موطني الجلالي والنهار والسماء 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 انا عباس ناصر سويتت. والنعم والنعم عبوس احكي لنا. عباس عدنان سمع ساول سويتت داوم ياول. عافيه شطوري طين بوسه. يلا يا بطل. ايضا نتعرف بيا الحاج. السلام عليكم. فلاح مطر اسماري
مختار منطقة المسكين. حياك الله وأهلا وسهلا. نشكر الأخوة اللي ساهموا بهذا العمل، ونشكر اللي أي شخص شارك بهذا العمل وسعى بهذا العمل، نشكرهم جزيل الشكر. نشكر حجي على بخصوص هذا الموضوع. نعم، إحنا مناطقنا نائية تحتاج لكثير من المواضع، من التبليط، من غيرها، من هواي الأمور، وهذا العمل يعني نحتاجه ضروري جدا، يعني تعرف طلبة مدارس مسافاتها بعيدة، مدرسة عن مدرسة، ونحتاج هاي الطرق اللي سالكة والمختصرة، لأن وهذا يوفر للطلبة هواي أمور يعني اللي تريحهم حتى يصلون إلى مدارسهم. وإحنا نشكر جميع اللي شارك بهذا الموضوع، وأي واحد يقدم خدمة لأبناء محافظة البصرة وإلى للنواحي والمناطق النائية، إحنا طبعا جزيل الشكر ونشكرهم ونشد على أيديهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم لتقديم المزيد من العطاء لأبناء هذا الشعب. أبو علي شيخ عدنان هاشم شقير من حلاف السويجد. أنا أشكر جزيل الشكر الحج علاء المحمداوي الرجال اللي أنا سعيت بهذا الموضوع، فرحت المدير الناحية قدم الطلب، من رحت يم حج علاء، رحت أول مرة يم أبو عباس وأبو سجاد، قدموا الطلب قال لا يا بي أكو طلاب تعبر وكاتل الضيم زلمه قبل دك صدره، قال لهم يمي علي دز الكادر ماله، خططه وكمله وجهزوا الجسر وجابوه، وكان جسر هنا شبعاني من عنده ضيم سنين. انا واحد من الناس بيوم المطر اروح المدير الناحي واخابره بالتليفون، استاذ السلام عليكم، وعليكم السلام، قلت له استاذ اليوم الطلاب ما يقدرون يعبرون، قال هاي راح ابلغ مدير المدرسه لان خاف يزلق الطفل عندنا ويروح بالماي. الواحد غير يقول كان ما يسوي لهم جسر، بس هذا الانسان يفكر باخرته، جاي يسوي يعني هذا الشيء الخير، ويقول لك هاي الطلاب باكر تكبر تندعي لي بالخير. احنا بعدنا بخير، وان شاء الله احنا بعدنا بخير، وبوجود الناس الطيبه وبوجودكم انتم الغنات، واشكركم على هذا اللقاء. واجبنا بالتاكيد، ونشوفك على خير. شكرا جزيلا، الله على والديك، والله يحفظكم ان شاء الله. بعد روح.